سلام يا كده، معاكم ام كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب هنجرب اغرب خدعه تيك توك في ماينكرافت. ولكن النهارده يا شباب هنجرب خدعه جديده ورهيبه. فقبل ما يبدا المقطع انا لسه رن على اليوتيوب، قلت له هل اللايك ببلاش او لا؟ قال لي ام كامل عملنا لك اللايك ببلاش، فانت انزل دلوقتي واكد لي ان اللايك بقى ببلاش. انزل امسك زرار اللايك ده وبوم، بعد كده روح على كلمه اشتراك او سبسكرايب، اتك عليها وفعل زر الاشعارات يا شباب عشان تنضم معانا ونوصل 700,000 في اقرب وقت. النهارده هنجرب خدعه مستحيله. وقبل ما يبدا المقطع اتمنى تصلوا على النبي، اذكر الله لا اله الا الله، انستجرام قدامكم على الشاشه، روح اعمل لي فولو هناك مش تخسر حاجه وبس استمتعوا. اوكي يا شباب، طبعا دلوقتي جينا بالخدعه الاولى من اغرب خدعات تيك توك. طبعا دلوقتي يا شباب انا مش عارف ايه الخدعه ولا اتفرجت على اي حاجه عشان نجرب معاكم واحده واحده. اوكي يا شباب، طبعا قبل ما يبدا المقطع اتمنى منك ما تكونش نسيت اللايك، ويلا بينا عشان نتفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انتم شايفين جاب فرخه وقعها بره العالم، بعد كده حط فينس زي ما انتم شايفين انا مش متفرج على حاجه وبتفرج معاكم، حط بوت، بعد كده هيعمل ايه؟ هيموت. لا 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 لا، كدب 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 يا شباب، كدب كدب. لا لا، الفرخه ما تستحملش البوت، ولو استحملته هتقع، صح يا شباب؟ لا، وهو سرفايفل يعني ازاي ما ماتش؟ دي بره العالم يا شباب، انتوا متخيلين؟ تعالوا نجربها ونشوف هتظبط ولا لا. اتوقع انها مش هتظبط، لو ظبطت الشباب هنديها تقييم 10 من 10، واللي هيعرف يعملها ابعتها لي على الانستجرام، لان الاجنبي ده متحدى متابعينه ان هو يقدر، يعني خلي متابعينه يقدروا يعملوها او لا، وانا اتوقع ان العرب ان شاء الله يقدروا يعملوها. اللي يقدر يعملها لي يبعتها على الانستجرام عشان اتاكد ان هي ظبطت. اوكي يا شباب، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها يا شباب في اول خدعه الاولى من اغرب خدعه تيك توك، هنكسر بلوكات بالشكل اللي انتم شايفينه ده بحيث ان المنطقه تبقى واسعه، وهنوسعها مثلا واحده زياده كده. بعد كده ننزل يا شباب زي ما انتم شايفين، ايوه اوكي، بعد كده ننزل كده تمام تمام يا كامل. اهم حاجه نمشي خطوه بخطوه، طبعا في ماينكرافت والكمبيوتر بتظبط يا شباب. اوكي، فانتوا جربوها وقولوا لي. طبعا يا شباب حطينا واحده درتايه، اوكي هنا واحده درتايه اهي تمام. اوكي، اتوقع ان انا محتاج ان انا اوسع شويه بحيث ان هي تظبط اكتر. اوكي يا شباب، هنوسع سيكه الحته ديت كده، بسم الله كده، نوسع دي كمان تمام. يلا كده اتوقع ان احنا جاهزين 100%. تمام تمام، يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، بس عشان ديكوريشن كده يا شباب وبتاع. اوكي، بعد كده يا شباب جاب تشيكن وفنس. اوكي، الفنس اتوقع ان هو قدامنا اهو. بعد كده يا شباب جاب تشيكن او فرخه، تشيكن تشيكن. اوكي يا شباب جاب فرخه، اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عمل ايه هو؟ جايب طبعا ليد، اهم حاجه الحبل يا شباب، امال هنسيب الفرخه تقع بره العالم تقول لنا لا؟ كوكي كوكي معلش يا شباب، سو سوري سو سوري. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، تمام يلا. اول حاجه رزبن الفرخه، بعد كده امسكها بالحبل، بعد كده نقوم حاطين دي، ويلا يا فرخه تعالي اقعي اقعي. شباب الفرخه ماتت. لا 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 لا، ويت ويت ويت، خدعه كده، انا قلت لكم ان هي خدعه كده. اوكي تعال بقى نزق الفرخه، يلا يلا فرخه اوعي. شباب شباب خدعه كده يا شباب، شفتوا انا قلت لكم ايه؟ انا قلت لكم ان مفيش حاجه اصلا تقدر تنزل تحت عالم ماينكرافت وتظبط. جربوها ماينكرافت الكمبيوتر يا شباب وابعتوها لي على الانستجرام، انا اتوقع 100% ان هي عمرها ما تظبط. بصوا يا شباب بصوا، خليكم معايا واحده واحده اهو. بصوا يا شباب انا رزبنت الفرخه اهو، هل انا عامل حاجه غلط؟ مش عامل حاجه غلط، ربطتها تنزل بره العالم. اول ما تلمس الطبقه دي يا شباب ديت خلاص، ما فيش اي مشكله ديت يا شباب. فاتوقع ان الخدعه دي فاشله واديها 0 من 10. اوكي طبعا يا شباب عشان اكون وفيت بوعدي انا دخلت ماينكرافت الكمبيوتر. اوكي يا شباب هنجيب التشيكن اللي هي الفرخه يا شباب بسرعه بقى في السريع، احنا كده حفظنا نجيب ايه. بعد كده ليد يا شباب، اوكي ليد، وبعد كده جاب الفينس، اوكي اف ان، اوكي اف بس اف ام كامل، ايوه اوكي يا شباب فينس. بعد كده هننزل تحت يا شباب زي ما انتم شايفين اهوت، انا بعمل كل حاجه بسرعه بحيث ان انا اوريكم الخدعه ديت في اسرع وقت عشان نقدر ان احنا نعمل خدع ثانيه وكتير يا شباب. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هو كسر بالطريقه ديت بحيث ان الموضوع يبقى واسع شويه، ان هو يقدر ياخد راحته وينزل الفرخة. اوكي يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تظبط. انا اتوقع في ماينكرافت الكمبيوتر ان هي هتظبط، اكتبوا لي تحت في كومنتات الشباب تتوقعوا ان هي تظبط او لا قبل ما اعملها. انزلوا اكتبوا دلوقتي، يلا انزل اكتب اكتب نعم هتظبط ولا لا مش هتظبط، يلا اكتبوا. طيب يا شباب دلوقتي اهو احنا ماشيين واحده واحده اهو يا شباب، كسرت نفسه ما هو مكسر بالظبط، طلعت بلوكتين ديرت وبلوكه واحده. بعد كده لا، دي الفنس دي تبقى تحت هنا. اوكي بعد كده رزب الفرخه ونجيب الليد ونحطها هنا ونزقها. يا شباب هنزق الفرخه، يا رب يا رب والنبي يا رب ما تموتش. ما ماتتش يا شباب، اوكي اوكي ويت ويت ويت، اتوقع انها تظبط هتظبط هتظبط، يا رب يا رب يا رب يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب بي او اي تي، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب والنبي يا رب تظبط، يا رب ما اقعش بره العالم واموت. اوكي يا شباب هنعمل جيم مود سرفايفل عشان ما نموتش يا شباب، يلا يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ايوه
اوه شباب، لا 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 لا، تاني 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 بسرعة، سجل بوت كرياتف كرياتف. لا شباب اتوقع ان هي تظبط، اللي هيعرف يعملها ويظبطها بالظبط تعالى على الانستجرام. والله ديام اقسم بالله، خدعة رهيبة وتقييم ليها 9/10. يلا مين على الخدعة اللي بعدها؟ ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا جينا بالخدعة التانية من اغرب خدعات تيك توك. طبعا التيك توك بتاعي تحت في الديسكربشن، اللي عايز يروح هناك يعمل لي متابعة شباب روح اعمل لي متابعة على التيك توك اللي هو تحت في الديسكربشن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نتفرج على الخدعة التانية في ماينكرافت. طبعا الخدعة دي رهيبة شباب واسطورية، زي ما انتم شايفين عمل بوابة نذر، بعد كده دخل النذر وايه ده؟ هو بيعمل ايه؟ ايه اللي دخله النذر ده؟ تتوقع هيعمل ايه في النذر؟ اوكي ايه ده؟ فاير وورك. طب ازاي عملتها؟ اه يا شباب، يعني هو عمل فاير وورك في العالم العادي، راحت جلتشت في عالم النذر. يلا بينا نجربها. يا رب يا رب تظبط يا اخي ديم، اقسم بالله الخدعه دي انا بص مستأنس يا شباب وانا بتفرج عليها. يلا بينا نجربها، ولو ظبطت تاخد تقييم 100 يا اخي، والله تستاهل 100، 10/10 يا شباب. يلا بينا نخش نجربها، ليتس جو. طبعا ماينكرافت الجوال، الجوال مش الكمبيوتر، لان هم كان بيلعب ماينكرافت الجوال. يلا بينا. اوكي يا شباب بدأت. طبعا زي ما انتم شايفين انا جهزت حالي، زي ما انتم شايفين جهزت الحاجه اللي هستخدمها في عمل بوابه النذر الاسطوريه بتاعت ام كامل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تظبط يا شباب، والله العظيم خدعه اسطوريه. اوكي 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 تمام. اوكي يا شباب دلوقتي ناقص الفاير وورك. اوكي فاير فاير اوكي وورك، بقى فين الفاير وورك اهي. اوكي يا شباب، طبعا هو ما قالش نوعها وجاب اي نوع من الفاير وورك. افضل اعمل كده. اوكي اوكي نعمل جوه وبره يا شباب عشان خاطر تظبط جوه وبره. اوكي تمام، هنعمل كميه كده يا شباب. اوكي تمام، يلا جاهزين ان احنا ندخل ونشوف هل ظبط الجليتش ولا لا. يلا بسم الله يا رب يا رب يا رب. شباب الجليتش ظبط، شوفوا الفاير وورك معلقه. واي ما كنتش اتوقع، شوفوا معلقه ازاي يا شباب، والله العظيم دي والله الخدعه دي تستاهل. يا اخي انزل حط لايك دلوقتي، والله تستاهل. وصلوا المقطع ده 50,000 لايك، بسبب الخدعه دي المقطع ده يوصل 50,000 لايك، والا يا شباب مش هعمل حاجه عادي. اوكي والله العظيم دي شوف شوف فاير وورك، دي مجموعه من الفاير وورك تقريبا، اقدر ما اقدرش احركها، بس انا اقدر بقى. بصوا انا هعمل خطه كده فيها بحيث ان انا اقدر احركها، فاهمين ازاي؟ فهننزل كده ونكتب ستيكي بيستون، ستيكي او بيستون بس اللي هو بيستون بس. اوكي بيستون اوكي، بعد كده ريد ستون معانا هنا. اوكي اتوقع ان انا اقدر احركها بالطريقه دي، اتوقع بسم الله. ايوه والله العظيم، حتى ام كامل هنا مخ، هنا مخ يا شباب، هنا ام كامل لما يلعب في اغرب خدعه تيك توك مخ مش 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 حاجه اي كلام يعني. بصوا تقدر تحركها كده، بصوا والله العظيم يا شباب ما اتفرجت لحد بيعملها. بصوا شفتوا اتحركت ازاي؟ والله ديم تقدر تستخدمها كديكور، تتوقع يا شباب بدون مضايق كده تعلقها زي زينه كده، والله العظيم خدعه اسطوريه. يلا بينا على الخدعه الثالثه، استني ايه؟ يلا بينا، ما تنساش اللايك، ها اللايك امر مهم. اوكي يا شباب بنات، وباني بحبكم جدا جدا جبت لكم يا شباب الخدعه ديت، خدعه اسطوريه وجليتش رهيب في ماينكرافت، هي لسه ما اكتشفتوش او ايه انا ما اعرفش يا شباب، ولكن جليتش اسطوري جدا يا شباب، وانا اقسم بالله بعترف ان ده الجليتش من اغرب الجليتشات في ماينكرافت. زي ما انتم شايفين يا شباب، شوفوا الستاند بار نزلت قد ايه يا اخي ديام، شفتوا كميه الستاند بار؟ طبعا دي كوماندات، انا هديكوا الكوماند وانتوا تصوروه من على الشاشه، وبعد كده يا شباب تجربوها وتبعتها لي على الانستجرام اللي هو في الديسكربشن يا شباب، او اللي هو ظاهر قدامكم على الشاشه، انا ما عنديش مشكله. اوكي المهم ان احنا هناخد احداثيات وهنخش نجرب الخدعه ديت، وهل هتظبط او لا؟ يلا بينا نجرب. اوكي يا شباب بنات، طبعا لو عايزين تظبطوا الخدعه ديت محتاج ايه؟ محتاج ثلاث حاجات، محتاج الكوماند بلوك او اربع حاجات. الكوماند بلوك ديت اللي هي البنفسجي ووتر بوكيت والليفر. طبعا لو مش عارف تجيب ازاي الكوماند بلوك، بتكتب سلاش جيف كوماند بلوك. اوكي يا شباب، وبتجي لك الكوماند بلوك دي اسمها ريبيتنج كوماند بلوك. اوكي يا شباب، طيب اهم حاجه في الخطوه ديت انك تبقى ماشي معايا واحده واحده، وتكون مصور الشاشه على الامر. اوكي طبعا انا مصور الامر على الموبايل عندي، وهطلعه قدامكم وهنجرب. بسم الله
الرحمن الرحيم. طبعا هنكسر كام بلوك كده بحيث ان احنا نحط الميه تمشي بالطريقه دي يا شباب، لحد بقى بص لو عايزها تمشي لحد فين، المهم ان هي تقف لحد اخرها. بعد كده يا شباب هنحط الكوماند بلوك هنا، وقبل ما نحط الكوماند بلوك هنحفظ الاحداثيات هنا بحيث ان هي تنزل الستاند بار هنا. اوكي، فهنحفظ الاحداثيات سلاش كاننا هنعمل فيل بالظبط يا شباب عشان بس نجيب الاحداثيات. اوكي، شوف اول الاحداثيات اهي سالب 137 و2 و112. اوكي يا شباب، بعد كده هتجيبوا الموبايل بتاعكم وتصوروا الاحداثيات ديت بحيث انكم هتحتاجوها جدا جدا جدا. اوكي يا شباب، يلا بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين. بعد كده تروحوا هنا بقى، هنا اهم حاجه يا شباب هتجيبوا الامر اللي هيظهر قدامكم على الشاشه دوت. طبعا انا مصوره قبل كده فانتوا صوروه من على الشاشه عندي وجربوه. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هتكتب اول حاجه اس يو. اوكي اس يو ام ام. اوكي بعد كده يا شباب هتحطوا ارمر ستاند، بعد كده هتكتبوا الاحداثيات اللي انت خدتها اللي هي ايه بقى يا شباب، سالب. اوكي اتوقع ان دي اتوقع انا ما اعرفش. اوكي 1 3 7، بعد كده يا شباب هتكتبوا مسطره 2 مسطره، وبعد كده يا شباب تكتبوا الاخير 1 1 2. اوكي يا شباب كده اخر امر كده تمام، لحد دلوقتي احنا ماشيين تمام والله العظيم اول مره اجربها. اوكي تمام كده اتوقع انه تمام، تقفل بقى على كده، بعد كده تجيب الليفر وتشغل. شباب هي شغاله شغاله بس تحت الارض، استنوا عايزين نتفرج، والنبي 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 نتفرج. اهي اهي يا شباب شغاله شغاله. كميه الستاند بار اللي بتطلع، شوفوا 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 شوفوا، استنوا 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 عشان افرجكم اهو يا شباب، شوفوا 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 يا عمري يا عمري يا شباب، شوفوا الدوده كانها دوده والله والله كانها دوده يا شباب، شوفوا شوفوا كده. لو كسرنا دي ايه اللي هيحصل؟ دي 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 البلوكه مش عارف اكسر البلوكه من كميه الستاند بار الموجوده. انا عايز اقول لكم ان ده كله انا بكسر. اوكي اهي يا شباب شوفوا الدوده، شوفوا الدوده دوده يا شباب. والله ديم والله ديم يا شيخ، والله ذكي اول اللي اخترع الخير عادي. شوفوا شوفوا يا شباب يا الله يا والله لقيت العالم، لقيت العالم من كتر الستاند بار. استنى نوقف الكوماند، استنى بس كده بس بس خلاص كفايه الستاند بار كفايه. اوكي يا شباب طبعا حفظتوا الامر وعرفتوا هتعملوه ازاي. يا لهو علاج يا لهو علاج. اوكي يا شباب فاتوقع ان هو لحد دلوقتي احنا ماشيين تمام، ودي خرعه الثالثه من اغرب خرعه تيك توك وتستاهل احلى لايك، فانت انزل ادعمنا باللايك دلوقتي لان الخرعه ديت يا اخي مجهود يا اخي، انا بتعب والله بتعب عشان اجيب لكم خرعه زي دي، فانت ادعمنا باللايك والاشتراك او السبسكرايب بس، واكتب لي كومنت حلو يحفزني الفيديوهات الجايه. طبعا يا شباب الخرعه دي رهيبه جدا، واتوقع ان هي ظبطت 100%، ولكن محتاجه سنه بسيطه في الاحداثيات بحيث انك تخلي الاحداثيات فوق شويه عشان ال يعني فهمتوني. ها فهمتوني صح؟ فهمتني صح؟ فهمتني؟ طيب طيب يا شباب كده اتوقع انها ظبطت. يلا بينا على الخرعه الرابعه والاخيره، ليتس جو بيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخدعه دي يا شباب والله لا 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 بدون 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 مبالغه وتصنع شباب، الخدعه دي عباره عن جليتش رهيب، جليتش انت لو عملته عمرك ما هتموت في ماين كرافت. اوكي يعني ممكن تستخدمه لو انت في مكان عالي، لو بتهرب من حد وانت بتلعب بي في بي، او اكتريتكم في ناس بتلعب بي في بي. اوكي فلو في حد بيلعب بي في بي، دي عباره عن حرب ما بين اتنين، تقدر تستخدمها وتقدر تهرب بكل سهوله بدون ما بتموت او في سلسله يو اتش سي. اوكي يا شباب فبسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين يا شباب، طبعا ده بناء عادي، هو بيبني بنايه عشان بس يوريكم الخدعه. جاب السناره هيرميها على الخنزير دوت زي ما انتم شايفين، هيسحب الخنزير وبعد كده يحط له البتاع اللي بيلبسها الصدر وينط عليه. شوفوا شوفوا اللي بيرقص، شفتوا اللي بيرقص؟ ديم والله العظيم ديم. لا 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 شباب شباب الخدعه دي تستاهل لايك والله، تستاهل لايك. حط انزل حط لايك. بقول لكم ايه يا شباب، الخدعه دي لو ظبطت لو ظبطت لو ظبطت ها انا هنزل بكره مقطع كمان، انا كل يوم بنزل. اوكي يا شباب طيب لو ظبط الشباب تروح تعملوا لي فولو على الانستجرام، ده وعد منكم ليا صح؟ صح يعني خلاص اتوعدتوا تمام. يلا يا شباب لو الخدعه دي ظبطت هتروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام، يلا بينا نجربها ليتس جو. اوكي يا شباب بنات طبعا جينا في ماينكرافت الكمبيوتر، وزي ما انتم شايفين بقى عندنا هنا كومه من الخنازير. اوكي اوكي يا ام كام، طيب انت هتعمل ايه؟ انا هاجي من مكان بعيد اهو زي ما انتم شايفين، هعمل زي ما هو عمل بالظبط. اوكي يا شباب عشان تعرفوا ان مكمل هنا بي في بي وبيعرف يلعب بي في بي كويس جدا يا شباب، انا كنت كويس جدا في البي في بي ولكن نقلت المحتوى تاني، فده حاجه حلوه يا شباب وعشان بحبكم جدا والله. اوكي زي ما انتم شايفين يا شباب، ولكن البنا هنا شكله مريض جدا في 1.16، فان شاء الله ان هي تظبط بس في الاصدار ده. اوكي يلا اوكي اطلع اطلع لما اعلى تاني. اوكي انا كده كده جيم مود كريت، انت كده كده جيم مود كريت. اوكي يا شباب طلعنا المكان عالي اهو زي ما انتم شايفين. اوكي اروح لخنازير الكوما اللي هناك دولت. اوكي 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 تمام يلا جاهزين 3 2 1. اوكي اتوقع ان انا مسكته، ايوه كده مسكته. اوكي
لا كده مسكتوش، كده مسكته. اوكي كده مسكته. ايوه بس الشباب مش هيطلع لي صحيح. شوفوا شوفوا يا شباب. طب هعمل ايه طيب دلوقتي؟ طب بص انا هروح للقريبين دولت. اوكي بحس ان هو يطلع لي. اوكي تعالى تعالى انت. اوكي اهو مسكته. اوه اوكي يا شباب اوكي جت على السريع، جت على السريع تاني 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 والله العميلة جت على السريع. اوكي تاني تاني في شوية خنازير. ايه بص يا شباب عشان تعرفوا ويب كامل المحترف، شوفوا 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 نمسك الخنزير بعد كده نطلعه فوق بعد كده نحط له الصدر والنط. اوكي يلا جاهزين جاهزين عشان تشوفوا الخدعة المستحيلة يا شباب. شوفوا الخنزير. ده انا اللي طلعت، لا استغفر الله. اوكي يا شباب هنمسك كده الخنزير اهو. اوكي بعد كده نطلعه فوق. لا لا اتوقع ان المكان عالي بالزياده صح، بس ان شاء الله هنا تظبط. يلا 3 2 1 يلا تعالى. ايوه لا 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 اوكي ظبط اتظبط شباب. المكان محتاج ان هو يقل سنه، هنبقى هنا نبقى واقفين هنا. اوكي يلا تعالى انت، انت اللي هتظبط عليك. تعالى انت تعالى. ايوه تعالى تعالى بس داخل تحت الشجره. يا كلب داخل تحت الشجره ليه؟ هو مش كلب هو خنزير. تعالى اطلع اطلع تعالى. ايوه كده ايوه خليك بره كده. لا 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 يا حمار يا حمار يا حمار يا حمار تعالى يا عمي يا عم. انت يا عم ما تقرفنيش بقى يا عمي، ده انت خنزير بجد. يا الله يا شباب شوفوا شوفوا الخنزير. طب انا هجيلك واقرب منك اهو. تعالى تعالى بقى تعالى بقى خلي عند امك دم بقى. يا يا رب يا رب يا رب يا رب. تعالى ايوه تعالى ايوه تعالى ايوه زي ما انت زي ما انت تتحركش. ايوه اوكي لا يا شباب. اوكي تعالى ايوه ايوه لا الله يرحمه. اوكي طيب طيب يا شباب طيب انا عارف انا هظبطها ازاي. تعالوا كده اوكي نقرب هنا. اوكي اوكي يا شباب ريلاكس ريلاكس يا شباب نكمل هيظبطها. بسم الله 3 2 1 يلا يلا يا عم. طب ما تطلعش بعيد ليه؟ تعالى انت تاني يلا اهي. شباب ما بيطلعوش بعيد والله. طب هو بصوا بصوا ايوه يا اخي ليه ليه ما ظبطت. استنوا تعالى ايوه ايوه شباب تقريبا لازم استنى على السناره شويه بعد كده اشده جامد كده. يا الله يا شباب يا الله على شويه الخنازير دول. يلا هو ده اللي هيجي. يلا يلا انت اللي هتعملها يا مدير. لا اوكي يا شباب محتاجين ان احنا ننزل سنه صغنونه بس. اوكي هننزل يعني سنه صغيره انا نجرب هنجرب. اوكي يلا يلا هي المراجعه 3 2 1. هو انا ليه كل ما بقرب بيشد قليل؟ خنزير هجيب لك تفاحه والله. جزره جزره هجيب لك جزره والله العظيم. لا اديك جزره اللي هيعملها. يلا يلا يا انت كلب انت كلب. اوكي شباب بصوا انا خلاص انا زهقت انا هروح في مكان بعيد كده اهو. اوكي اخر مره اجربها والله اخر مره يا شباب. تظبط تظبط ما ظبطتش خلاص. اوكي تعالوا بس نقرب لهم هنا كده. معلش سو سوري سو سوري. اوكي هنقرب لهم. يلا خنزيره مين هيعملها؟ مين الخنزير الجربان اللي هيعملها؟ انت شكلك انت يا عم انت. طيب تعال انت صغير انت اللي هتعملها. تعال انت كبير ايوه تعال انت اللي هتعملها. شوف انا شدته مرتين. اوكي خلاص انا اسف انا اسف. ايوه تعال انت ايوه. لا يا اخي انا زهقت والله العظيم زهقت. اوكي كسر دي تعال انت ايوه. شباب انا بشيلهم خلاص. اخر مره اخر مره اخر مره كل شويه اقول اخر مره كل شويه. يا والله العظيم لا راس من هنا كميه خنازير. تعالوا ايوه تعالوا. هو واحد فيكم هيطلع انا هيطلع انا مش هخاف مش مش, مش مش هطلع من المقطع غير ما اعملها. يلا شباب يلا 3 2 1 بقول لكم هي شكلها من السناره يا شباب. شوف انا ارمي السناره دي احط واحده دي وارمي دي. اوكي يلا بسم الله 3 2 1 لا تعالى انت ايوه ايوه. لا اله الا الله ظبطت اول مره. اوكي شباب اللي يعرف يجربها ويظبطها في ماينكرافت الجوال يبعتها لي على الانستجرام. خلاص شباب انا الصراحه زهقت. فاللي يعرف يجربها ويظبطها على 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 الانستجرام اللي يعرف يجربها ويظبطها في ماينكرافت الجوال يبعتها لي على الانستجرام. ويلا بينا على الخير على اللي بعدها. ليتس جو يا حبيبي. اوكي شباب انا تعالوا نشوف الخدعه الاخيره والخدعه الخامسه من اغرب خدعات تيك توك. زي ما انتم شايفين يا شباب عمل بوردر. طبعا انا علمتكم قبل كده وعلمكم دلوقتي ازاي تعملوا البوردر وحط البتاع بتاعت الاند وستيكي بيستون. وزي ما انتم شايفين يا شباب هيوصلها بالليفر واكيد ده هتدخل جوه الازاز. اوكي ظبطت اوكي ظبط. قول لي انت ازاي ماينكرافت تسيب جليتش زي ده؟
شباب بجد من اغرب خدع التيك توك، تعالوا نجربوا ولو ظبط هياخد تقييم 10 من 10 تقريبا. ممكن تقدروا تدخلوا كلب جوه الازاز، تقدروا تدخلوا قطه، فار، اي حاجه في ماين كرافت يا شباب. يلا بينا نجرب الخدعه دي، توقعت تظبط ولا لا؟ يلا بينا. اوكي يا شباب، وجينا في ماين كرافت الكمبيوتر ونعمل سلاش وورلد سيت او وورلد، هي وورلد بوردر يا شباب، طبعا مش موجوده في ماين كرافت الجوال. اوكي ادد ادد، انا قلت ادد ايه اللي خليها سنتر. اوكي بعد كده نكتب 100 مثلا. اوكي المفروض ان هي تظبط. اوكي المفروض ان في سلاش جيم مود كرييتيف. اوكي المفروض ان هي ظبطت يعني، مش عارف، اي دونت نو. اوكي يا شباب اجين مره كمان وورلد. اوكي طب 300 مثلا، طب اعمل ايه؟ طيب يا شباب والله العظيم المفروض تظبط. ما ده ست يا شباب، ست 300 مثلا. ايوه يا شباب ست سوري. اوكي يا شباب كده عملنا زي ما انتم شايفين وورلد، ده اللي بتدخله ما تقدرش تخرج تاني حتى لو انت جيم مود كرييتيف يا شباب، حتى لو نزلت تحت الارض زي ما انتم شايفين ما تقدرش تخرج منه. يلا يا شباب زي ما انتم شايفين جاهز، يلا بيستون. يلا بعد كده بتاعت الاند اسمها ايه اللي هي اللي عامله اللي اسمها ايه بتاعت الاند دي؟ مش عارف اسمها والله، ولكن انا عارفها شكلا، هي اسمها اند رود. اوكي يا شباب بعد كده جلاس جي ال اي اس اس. اوكي يا شباب وبعد كده ريد ستون، محتاجين ريد ستون يا شباب عشان خاطر نشغل الاستيكي بيستون. وبعد كده يا شباب نحط دي هنا، نحط الازاز ونحط دي هنا يا شباب كده. اوكي بعد كده نشغل تاتا. احم اجين اوكي المفروض بيستون بقى بيستون عشان ما يسحبهاش، المفروض يعني المفروض ان هي كده تظبط. 3 2 1 اوكي يا شباب اهيت، لازم بيستون عشان ما تتسحبش. اوكي تعالوا بقى اوريكم ازاي بنحط الكلب. اوكي بصوا هنجيب مثلا ايه ده ما اقدرش اشيلها كده خلاص يعني علقت. طب اوكي يا شباب فيها خدعه كده عايز اجربها، وظبطت ظبطت ما ظبطتش هنجرب بتاعت الكلب يا شباب. هنجيب ستيرز دي وستيرز دي ونحاول ان احنا نظبطها. اوكي هنحط دي هنا ودي هنا، بعد كده نجيب البيستون نحطه هنا ونشغل. شباب جلتشت. اوكي يلا نجرب بتاعت الكلب، هنجيب دوج يا شباب. دوج المفروض ان انا كتبتها صح، احمص مفيش دوج. طب خلاص، طب ما هو افوق مفيش كلب في ماينكرافت اسمه وولف ام كامل. يا الله والله العظيم انا ذكي جدا يا شباب. بعد كده نجيب بون عظمه. اوكي يا شباب تمام، يلا بص هنروض الكلب. اوكي اقعد تمام كده تروض، هنحطه هنا. اوكي يا شباب هنا يكون على بلوك، اهم حاجه بص اظبطوه على البلوك بالظبط. اوكي كده بقى على البلوك اتوقع، تمام اتوقع ان هو كده على البلوك تمام. شوف يا شباب نحط واحد ريد ستون هنا، واحد ريد ستون هنا بحيث ان هو ما يتحركش. اوكي واحد ريد ستون هنا يا عم ما تزعلش اهو. اوكي اتحط هنا بعد اذنك. اوكي كده يا شباب عشان خاطر هو ما يتحركش من جوه. بعد كده نجيب الجلاس نحطه هنا والبستون نحطه هنا. اوكي وبعد كده نقوم زقين. اوكي يا شباب شوفوا الكلب بقى جوه الكلب بقى جوه الازازه. ليتس جو يا شباب وبس لك زيت المقطع. اتمنى يكون المقطع ده عجبك، وزعلنا باحلى لايك وشير وسبسكرايب لو كنت اول مره تدخل القناه، وزعلنا باحلى لايك لان اللايك ده بجد بيدعمنا. متشكر ليكم على 600,000 مشترك ان شاء الله لسه 700,000 سو ايزي مان. وبس اشوفك على خير اللي على الدنيا، وسا سا 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 سلام، سي يو ليتر يا شباب.